ماذا تظن أنك تفعل؟ أبعد يديك عن تكفور. بامسي اسمع، أنا طبيب وهذه مهنتي. إن حالة تكفور خطرة، فدعني أقوم بما يلزم. الجميع هنا متهم في نظري، لن أسمح لأي تركي أن يلمس بيده تكفور. قائد فاسيليوس، إن كنت حياً هذا اليوم فبفضل السيد أرتوك، وأنا سأتمنه على حياة والدي، فخبئ وساوسك هذه لنفسك. سيد أرتوك، افعل ما يجب، أرجوك لا تدع أبي يموت سيدي. لا داعي لهذا الكلام يا ابنتي، سوف أفعل ما يلزم. هيا اخرجوا جميعكم من هنا. أبي 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 هيلينا هيا. أنا هنا يا أبي أبي، أرجوكم ساعدوا. أيها الحراس، لا تتركوا تكفور وحده، إن فعلوا أي شيء خاطئ الله لا ترحموا أحدا منهم. أيها القائد، نحن نقوم بعملنا من أجل مرضاة الله تعالى، فلا داعي لهذا الكلام. الأفضل لكم أن تدعوا الرب ليعيش تكفور. استجوبنا الجميع سيدي، لا يوجد أحد رأى أو يعرف من هو. هل أرسل تورغوت خبراً؟ ابنتي هيلينا، والدك يريد أن يراك. أبي 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 أبي، الأفضل أن تدخل يا حضرة القسيس. ما الوضع سيد أرتوك؟ سوف نفقده سيدي. اكتبي رسالة إلى الإمبراطور واشرحي له فيها كل الأحداث. أبي أرجوك لا تتعب نفسك بالكلام، فأنت ستتحسن، أنا متأكدة. أبي ستتحسن. يجب أن يعرفوا بأن الكاهي بريئة. أبي
ابنتي أمانة في عنقك يا سيد أرطغرل، أرجوك احميها من الفتن والخونة. إن حياة ابنتك هي حياتي وشرفها شرفي أنا. سوف تعيش يا أبي، سوف تعيش ونذهب معا، أنت ستعيش. أبي 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 أرجوك يا أبي، لا تحرمني من وجودك بجانبي. ما كان يجب أن أدعك تخرج من القلعة، قلت له لكن هو لم يسمع. كفى، هذا يكفي يا فاسيليوس. ألم تسمع؟ أبي كان يثق بالسيد أرطغرل ويأتمنه علي، كيف تتجرأ وتقول له هذا الكلام وهو يثق به إلى هذه الدرجة؟ إن جسد أبي لا يزال حارا وأنت تظهر العداء لمن صادقه. والدك كان يعتبرني كابنه هيلينا، وأنا أتألم لأني فقدته. إذن فكن وفياً لأبي وأقم الحداد على روحه. لن يقام حداد عليه أبداً قبل أن أحاسب الفاعل. يا حراس، ابدأوا بالتجهيزات لكي ننقل جثمان تكفور إلى قلعته. هيلينا، فليرحمه الله. والدي قتل مثلما قتل والدك أنت. إياك أن تنهاري، قفي شامخة، قفي شامخة كي تأخذ انتقامك مثلي. أمرني بأن أكتب رسالة إلى الإمبراطور حتى أشرح له بأنك بريء. لن أترك دم هذا الرجل يذهب هباء، ومنذ الآن مهمة والدك في القلعة هي مهمتك أنت. أظهري أنك ابنة تليق بوالدها، وأنا أيضا سأقف إلى جانبك على الدوام. والآن كي نستطيع الانتقام لوالدك يجب أن تمسحي هذه الدموع وأن تتمالكي نفسك. أبي 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 أبي